نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين ولا تستوي الحسنة ولا السيئة ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن علم القرآن خلق الإنسان والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان صدق الله العظيم صدق الله العظيم صلت ويتحاني اللي فاهم حاني علي ويتحاني علي